خد بايدي يا تقاوي. تبقى مرقبتك يا اخي، انت ما عندكش اي احساس خالص؟ مش تمسك ايدي ولا تلعب؟ لو سمحت زوق لنا العربية دي. يزوق ايه؟ ما تقول له، قول له يتزوق تزويق املوكي، وانا هتجوز في اليوم والتاني، هي جوازة مرة واحدة. جرايه ذكية، مش كفاية سمامتي تيجي معايا لحد محل الورد؟ ايوه اجي، لان انت بخيل بخيل بخيل. خلاص خلاص، زوق لنا يا عم العربية ديت، وما يهمكش الفلوس. اعملي دي بعد اذنك الفيونكة دي. لا هديني هنا كده. ايوه عدلها. عدلها. ايوه بالديول دي. أيوة. ميرسي قوي يا جماعة. ميرسي قوي. ميرسي قوي، تعبناكم. نفوت على امي ناخدها وبعدين نروح لامك ناخدها. طب ليه ما نفوتش على امي انا الاول وبعدين نفوت على امك؟ هي امك احسن من امي؟ امي عامله مكياج، اخاف اتاخر عليها يسيح منها. ما انا امي عامله مكياج واخاف برضه اتاخر عليها يسيح منها، يعني مكياج امك احسن من مكياج امي؟ يا ساتر، ست نكديه. مين دي اللي نكديه؟ الحمد لله ان المازون لسه ما كتبش الكتاب. يا سلام، ده انا واخدك تخليص حق. تخليص حق؟ ايوه. الجوازه دي مش هتتم. يلا يلا يلا، وانت شبه ام الخلول كده. يلا تكواكسه. يا رب البارومه تاكلك وتخلص وتموت. يا رب العجل الاربعه يضربوا فيك. معلش. شايف القصير ده؟ القصير ده يجي لي البيت يقعد معانا 5 دقايق ينكد عليا، وهو الطول ده اللي انت شايفه ده، وانا شفت طول ايه عادتك يروح طاير ويروح لادعني في عيني. بص حضرتك، ولا مؤاخذه، حجر النضارة قد ايه؟ بص بص حضرتك، انا مش بشوف كويس علشان اذاني. وجاي خالي ياخدني بيزدي لي مستشفى اعمل ادجست ايت برول، قالوا لي كده الدكاترة. انا عايز اعرف دلوقتي يا فندم، ايوه الورد ده عندي مين؟ انهي ورد حضرتك تؤمر؟ عربية. عربية ايه؟ مش دلوقتي بتاعت جوز حضرتك اللي لا مش جوزي، مش جوزي سابني. انا بقيت متسابة دلوقتي، بقيت متسابة، بقيت متسابة. طب وبعدين يعني؟ مش يسيبني، بقيت متسابة. طب وبعدين يعني؟ ما احنا عايزين نفهم برضه حاجة يعني. ايوه حضرتك افهم. الورد دوت على حساب مين؟ حضرتك يروح داخل علشان انا بحبه وشايلله في قلبي، بكنله معزة معينة، يقوم بقول لحضرتك يرد. عارف حضرتك الضفادع؟ تفاجئ ضفدع عاملة كده طاير ولادعني في عيني. طيب فضل حضرتك على عين الشمال دي بالذات. بص حضرتك شفتها يا مدام؟ انا شفتها. مدام ايه؟ انا انسة. شفتها؟ انا ما دخلتش. انا مش عايزك تنرفزيني بالكلام بتاعك دوت، انا عايز فلوسي دلوقتي بس، ده اللي انا طالبه. ايه المشكلة؟ الله يمسيك بالخير يا بيسو، انا عايز 100 جنيه و15. حضرتك عايز 115؟ في عروسة بتمشي ومعاها 115؟ يعني انا نازل اجيب خضار مثلا. ايه ده؟ لابسه اللبس ده؟ اصل انت مش هتمشي من هنا. يعني هتعمل ايه يعني؟ هعمل فيك اللي ما هيتعمل بقى، انا عايز فلوس دلوقتي. لا هتقدر، ولا هتاخد فلوس، ولا هتاخد زب. في ايه؟ في ايه؟ ساعة ما دخلنا العتبة دي كانت عتبة نحس علينا. لا غلط، مش عايزين. ماشي غلط، مش عايزين. عشان بس انا مجنون. ليه؟ ايوه انا ده اللي حصل. الربع اللي عندي ما بيضرب ما بيعرفش حاجه، ولا يضرب ولا يقدر يضرب. ايه الكلام اللي بيقوله ده حضرتك؟ أيوة عايز فلوس الورد. وطى عليا التقاوي كده، جوزي اللي كان هيبقى جوزي ده. ماله؟ اه وطى عليا كده التقاوي، راح قايل لي شايف الراجل ده عينيه مدوره وسفره هيحسدك، قالها من هنا وهو سابني. عشان انت فقريه. وعنده حق. امال يعمل ايه؟ عنده حق، عينيه هو المقورة كده اللي خربت العلاقة بيني وبين حبيبي تقطق. وانت ليك علاقة اصلا مع حد؟ ازاي يعني؟ انت علاقة فاسدة. انا علاقة فاسدة؟ اه. مرسيل ذوقك، مرسيل اخلاقك. طب ايه مرسيل احنا؟ لعلمك بقى حضرتك عشان تبقى عارف، انا هجيب كرسي واقعد بينا. هجيب كرسي واقعد في الحتة دي. ليه؟ واللي رايح واللي جاي هقول له، اللي رايح واللي جاي هقول له ان انت عليك مدوره، واللي يخش هنا بيتحسب. طب وعلى الله تقعدوا بالطوب. لا هقعد هنا، تحدفين بالطوب. هم حدفوكوا بالطوب الناس اللي ماشيه. ولا حد يقدر يقربني. دلوقتي الجزء ده اتصور. لو حضراتكم عايزين تذيعوا هنقول نذيع، مش عايزين تذيعوا بلاش نذيع. لا ذيع ذيع ذيع. شكرا. ذيع نذيع. ذيع شكرا. نذيع ذيع ايه؟ نزيع. نزيع؟ شكرا. نزيع؟ نزيع اه. شكرا. نزيع ليه؟ نزيع. لا نزيع يا فندم. نزيع خلنا نصير. نزيع؟ نزيع يا فندم. شكرا.